مرحبا، أنا اليوم سعيد باستقبال أخي وزميلي الوزير الثاني للخارجية لجمهورية لبروني دار السلام سعادة داتو إيريوان يوسف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. هذه الزيارة عندها واحد الخصوصية، لأنها أول زيارة ثنائية يقوم بها وزير خارجية بروني إلى المملكة المغربية منذ إقامة العلاقات هذه 35 سنة. العلاقات بين بلدينا هي علاقات قوية ومتينة، قائمة على التضامن وقائمة على التشبث بما يجمعنا، وخاصة الديانة الإسلامية. علاقتنا تقوم كذلك على علاقة جيدة بين جلالة الملك محمد السادس وجلالة السلطان حاجي الحسن البرقية سلطان بروني دار السلام. هذه العلاقة بين العائلتين الملكيتين هي واحد العنصر أساسي لتطوير العلاقة، وعنصر أساسي لتعزيز هذه العلاقة الثنائية. بحال اللي قلت، تاريخ 35 سنة باش درنا العلاقات الثنائية، وحققنا فيها مجموعة ديال النقاط الإيجابية، سواء من خلال فتح سفارة بروني دار السلام بالرباط، سواء من خلال التنسيق واللقاءات اللي كنا كنديروا على هامش الاجتماعات الإقليمية والدولية، وكان عندنا آخر لقاء في نواكشوط هذه بعض الأسابيع، وكذلك من خلال دعم مجموعة من الأنشطة خاصة في مجال التكوين، حيث أن المغرب كيعطي سنويا 5 المنح لطلبة من بروني دار السلام. اليوم خلال هذه الزيارة، اللي هي زيارة مهمة بحال اللي قلت لأنها الأولى من نوعها، هناك رغبة بأننا نمشيو في إطار التوجيهات ديال جلالة الملك وديال جلالة السلطان لإعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات الثنائية. ما وقعنا عليه اليوم غيخلينا نهيكلو ونبداو مشاورات سياسية بين الوزارتين الخارجية البلدين لمناقشة القضايا الثنائية، ولكن كذلك القضايا الإقليمية والدولية. وكنتمناو أنه في الأشهر المقبلة نعقدوا أول دورة للمشاورات السياسية بين البلدين. الزيارة كانت كذلك مناسبة باش أننا نحاولوا نشتغلوا على مضمون اقتصادي لعلاقتنا الثنائية، سواء في مجال الاستثمار، وكنعرفوا الأهمية ديال الاستثمارات ديال بروني دار السلام في العالم، أو في مجال التعاون القطاعي في مجالات بحال الأمن الغذائي، السياحة وغيرها. كذلك غادي نعزو في مجال ديال التبادل الطلابي، والمغرب غادي يرفع عدد المنح اللي كيعطيها البروني من 5 إلى 10 منح انطلاقا من السنة المقبلة. وكذلك غادي نشتغلوا على تهيئة التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات اللي هي موجودة في المجال الاقتصادي وفي المجال ديال التعاون التقني. كيجمعنا انتماءنا لمنظمة التعاون الإسلامي، وكيجمعنا تصور متقارب للإسلام المنفتح الذي يجب الترويج له على المستوى الدولي، وكيفية مواجهة حملات اللي كتواجه الديانة الإسلامية. كذلك
غادي كنعتمدوا كثير وكنشكروا ونثمن الدور اللي كتقوم به بروني دار السلام لدعم الشراكه بين المغرب ومجموعات اسيان. بحال اللي كتعرفوا المغرب بدا هذه واحد تقريبا 13 سنوات واحد المسلسل للتقارب مع اسيان، وقعنا على اتفاقيات وحضينا بواحد الوضع ديال شريك ديال الحوار. اليوم بغينا نمشيو الى مستوى اعلى في علاقه المملكه المغربيه مع اسيان، وكان دائما بروني دار السلام من الدول الداعمه وبقوه لتطوير الشراكه بين المغرب وهذه المجموعه الاقتصاديه والسياسيه المهمه. تحدثنا كذلك حول القضايا الاقليميه سواء فيما يتعلق بالشرق الاوسط والقضيه الفلسطينيه واللي كاين فيها يعني نفس المقاربه ونفس التصور. المغرب من منطلق رئاسه جلاله الملك محمد السادس لجنه القدس عنده مسؤوليه في هذا الملف، وعنده كذلك دور للحفاظ على الهويه الاسلاميه والهويه العربيه لمدينه القدس. تحدثنا كذلك حول قضيه الصحراء المغربيه، وحنا كنعرفوا المواقف الداعمه لبروني دار السلام، وشكرت السيد الوزير على هذه المواقف الثابته والايجابيه. اذا فانطلاقا من هذه الزياره غادي نوضعوا واحد برنامج عمل للعلاقات الثنائيه، وغادي نحاولوا اننا نترجموا من خلاله رؤيه عاهلي البلدين لعلاقات، ماشي فقط علاقات صداقه وعلاقات اخوه وعلاقات تضامن، ولكن ايضا لشراكه ذات مضمون اقتصادي مهم ولحوار سياسي وتنسيق سياسي في كل المحافل الإقليمية والدولية. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.